سعادة ان شاء الله عم صوركم اياها مشان بتحبوا تشوفوا يا اختي بحبوكي. انا بحبهم انا بحبهم كمان والله الله رجاهم حمد يوفقهم كلهم. شو بدي قهوه ماما؟ زيت القهوه على الشغل بدها فنجان قهوه على هيك شغله ماما بدها يعني واحد عم نشتغل ونشتغل خلينا نشتغل نحن مبسوطين. توش مسافه توش ورز بلي بازاليا وسلطه بخيار ولبن بيجوا الاولاد من المدرسه بيحبوا هالاكله. طيبه جوزك جايب لك فاصولية شو اسمها هي كلاو بس انا فضلت هي مساوية. انت مالك مرق فيها للفاصولية كلاو ما بعرف ليش بس بحبها بس ما كثير بحبها بحسها مثل الفول يعني لا الفاصولية الخضراء اطيب والفاصولية اللي هي الصغيرة كمان عايشة خانو بيقولوا لها ما بحبها كثير بيض الحمام يمكن اسمه كانت ماما الله يرحمها تطبخ لنا اياها الفاصولية هي الحب اليابسة بالشتاء يعني يجي العيد بالشتاء زمان حط لنا تكون دابحين خار والفاصوليا تكون من قبل بيوم ناقعتها تحط لنا بقلبها اللحم الشقف عم تغسلي اول يوم العيد اوعينا نروح نجي من العيد جوعانين لاقي على النار هي والرز يا الله شو طيبه بتذكرها حبيتها من وقتها بس انا سبحان الله بسال كان ابو حسام الله يرحمه ولا انت ولا اولادك ما بلاقيهم لهم مرق فيها مشان هيك مطبخ كثير ما بالشتاء كثير طيبه طيبه ايه دافيه 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 ودافيه متى ما حط لها كمون مشان النفخه بخافوا منها العالم لكن انت متحسسه ها من الجو هلا في مطر لانه اليوم وجو خريفي بصير مع ماما حساسيه والله مو بس بالرب والله بالخريف مش متحسس على طول عندي يا حرام حتى تمها بتحسس انف عيونها بدمعوا كثير بصيروا بحرقوا بصيروا حمر أيوة. عندها حساسية وحتى بتصير بتحكي يعني كل شيء بخليها تتحساسي حرام والله بالصيف بتحسسوا بالربيع بتحسسوا بالشتاء صعبة ابني هيك صغير عم الحمد لله رب العالمين انا مو باخذ حبة كمان انا الاكلة بحبها بالشتاء كمان تبدا تروح على الدكتور وبيني حكياتها ايه شلون الصبح بالشتاء العالم بتساوي هي شو اسمها؟ شو اسمها هي؟ شو هي مثلا اللي بيساووا بالشتاء بالصبح الصبح كشكه ايه طيبه مع خبز البصل والله طيبه كثير اكلات شتويه رائعه الشتاء لا طقوسه ايه والله طيبه بحب انا هيدا اجواء الشتوي كثير بحبه بحسها يعني شتاء بس دافيه يعني بحب السجاد بحب الكنكنه ما في صوبيا ما في صوبيا اي بس الحمد لله عم تجي الكهرباء بفضل الله هلا الحمد لله ان شاء الله تضل على طول هو بنقول ان شاء الله بس ما في بالعاده بس مو على طول عم تجي عم تجي لشي ساعتين ثلاثه متواصله مروقين عليها للكهرباء نحن هلا الفتره الله يديم النعمه يا رب ولا يحرمنا لا بالشتاء بيطفوها ما عاد يجيبوها بال 24 ساعه ساعه معروفه يعني ستي الله بيعيننا ان شاء الله ان شاء الله يا عين والله ظريفه ما عليها ما اي والله ظريفه ظريفه الله ينعم علينا يا رب امين يا رب يا حزكم اكتبوا لي بالتعليقات شو بدنا نعمل بقدونس وبقله وخسه شوفوا مقصرفه ما شاء الله بندوره بارك الله الله يبارك يا رب وجزر نسيت انه يجيب نعناع حطها على عيار بس بنعمل هلا كمان قدام البازاليا شو يا حزره بتوش وشو كمان لبن بخيار يا سلام اطيب اكله بالعالم لبن بخيار مع توم يا امي شو بحبها
كتري لنا اياهم شوية. يا الله شو اسمه، في عنا خيار امبارح انا جبت. اماني 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 خلينا نكتره، بحبها بحبها بحب هيك اتغمس فيها يعني، اسبح باللبن والخيار. اي لانه مفيد كمان. اي والله طيبه طيبه. خيار بلدي يا سلام. هلا ما عاد في خيار، هلا بيقل بصير بقى في خيار بلاستيكي. نزل الخيار البلاستيكي شفته نزل هلا، بس مو كثير. ما بلدي هلا شبه بيختفى، راحت معنا بقى للربع بيعون رب العالمين باذنه وكرمه يعني. ان شاء الله رمضان ما بيطلع برمضان. رمضان ما في برمضان كل اذار بيجي رمضان. لا 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 ما بتكون لسه طلع. اي ما بيكون طلع. ممكن يكون في بازاليا، ممكن يكون في فول، بس لانه باول اذار. لا بل المونه انكبت الحمد لله رب العالمين. ما بنعرف قصدي طبخات الشتاء بقى. اي والله حرام على المونه شو مكبه. ماما كلها عم يقول عن وشك حلو والله. بقول ان شاء الله تكون كبرتي مثل ماما. انا بدي بقول الله هيك ان شاء الله تكون كبرتي مثل ماما. انا بشوف زغرتي. ايوه انت بتقولي لي انا بشوف زغرتي فيكي، فانا ان شاء الله فيك بدي اكون كبرتي مثلك ان شاء الله. بس هي ماما إلى سر باطع يعني. هلا انا قلت لكم انه ماما بتهتم بحالها، بس مو بس هذا السبب. قولي لهم شو السر الباطع. بهتم بحالي، بهتم بحالي. ايه بتهتمي يعني، قصدي انه مثلا يعني الصدق. ايه هذا اللي بدي اياه، صدق. الله العظيم يا جماعه، الاذكار وصلاه الفجر والتهجد والله هي اللي بتنور الوجه، وهي اللي بتحلي، وهي اللي بتخلي النفس مرتاحه. انا تعبت كثير، قضيت بحياتي كثير بالاكتئاب. والله ما ريحني. هو ما بقدر انكر الدواء ولا بقدر انكر العلاج. هلا لكم ماما مشان اسمعوا، اي وحده فيكم هو الله لا يقدر ان شاء الله ما بيصيب حدا الاكتئاب، لانه انا جربته كثير تعبت. يا رب الهي يا رب دخيلك. لحظه اقرب لك ماما شوي مشان يسمعوك، لانه انسان مؤمن مسلم هيك يصيبه الاكتئاب. يا رب دخيلك، لانه ما حدا بيعرف الاكتئاب الا اللي جربه. كثير سألوني عن الاكتئاب، وبدي أعملكم حلقة خاصة خصوصي مشانه. بس الأدوية ضروري والمعالجة ضروري جدا. نعمل بالأسباب، هي الأسباب العلاج. أما الرجوع إلى الله ما أحلى الرجوع إليه. اي والله بيعين وبيساعد بوقف في قبل بساعة الفجر. والله 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 يعني بيحس حاله معصله مع رب العالمين. دعاء استجاب، قراءة القرآن، بحس حاله بصلة مباشرة مع رب العالمين. اي والله هاد اللي بينور الوش. تمام. وهاد اللي بيخلي البشرة دائما نظيرة. امين يا رب. امين. انا عم تقولي انه بعد قبل الفجر بساعة، يبروني بوسات بتشغلي الضوء على صلاة الفجر، قبل صلاة الفجر يشو بستمتع بالشعور بالامان. كان بابا هيك الله يرحمه كمان قبل ماما، كنت وقت لي فيه قبل الفجر بساعة ساعتين. ايه كان هو كمان يعني اول واحد كان يفيق بالبيت صراحة. هلا انت اخذتي عنه صوتك فيه اول واحدة. الشعور بالامان هيك، بالاستقرار النفسي، بنبسط بعرف انه في حدا عم يدعي لنا. بتصدقي ماما هيك الله يرحمها في بكير اصحى على صوته وهي عم تقرا قران. امك امي الله يرحمها تعيش. وقت اللي كانت تقرا القران كانت تقرا بتجويد، صوتها حلو الله يرحمها رحمه الله عليها. انا صوتي عادي جدا، بقرا عادي يعني، ما بيطلع صف رابع. اقعد اسمعها هيك في على صوتها. هلا انا هلا انت ما بتجودي مثلا، ما عندك القدره العاليه، اما احزن بشو بنبسط منك بدك بتتمتمي هيك بشعور براحه. هي بيقولوا لها ماما اس اي اس ام ار باليوتيوب، هي اصوات التمتمه والهيك اللي. لا احيانا انا بقرا شوي بروق بروق. امي صوتها الله يرحمها كان حلو قراءه القران. وكمان انا يا ربي مغفر.
اهلا اهلا، كيفكم؟ شو اخباركم؟ ربي يسعد لي اوقاتكم. ما كنتوا عم تتابعوني باي وقت عم تتابعوني فيه، اهلا وسهلا فيكم كلياتكم. كثير مبسوطه، كثير كثير كثير. احذروا ليش؟ على فكره نحن بالذات بسوريا، انا هلا من سوريا، بتسالوني دائما انا من وين؟ انا من سوريا. انا من سوريا، من قلب الشام بالتحديد. ها انا اليوم مبسوطه لانه جاي الكهرباء 3 ساعات ورا بعض، تخيلوا. يعني صار لها من سنين ما صارت هالقصه، لذلك شوفوا 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 المنظر. يا الله اجمل منظر. نحن سوريين بنحس بسعاده بابسط الشغلات، اذا اجت الكهرباء بنحس بسعاده، اذا جمدت الارض المي بنحس بسعاده، اذا اجتنا بطاقه البنزين، رساله البنزين نروح نعبي بنزين بنحس بسعاده. كل شيء بهالدنيا له قيمه عنا، كل شيء هيك بشغلات بسيطه بس بنعرف قيمتها وبنحمد الله بنشكر عليها. المهم بدي اسوي كاسه ليمون، والبريق عندي شوفوا شوفوا. واحد ليا واحد لمامتي. ازاي عم بحكي مصري. المهم يلا تعرفوا شو اللي صار؟ انفجار. يا فرحة ما تمت، لازم يكون في اصابات بس مو مشكلة. يا الله مشتاقين للثلج والبوز، مشتاقين. تعرفوا انا شو بعمل؟ بروح بشتري شرق، بشتري شرق حرفيا. تلجت ايدي. يا هلا يا هلا يا مرحبا بالثلج. انا ما خطر لي انه بده يتلج، مشان هيك ما لي حاطه قوالب الثلج بالفريزر، فحاطه بريق مشان يشرب مي بارده ولا ثلج. ما شاء الله تبارك الرحمن، ان شاء الله اطل هيك على طول يا رب. غدا صار بدها بقى كاسه ليمون. جدوري كانت اول ما وانت عم بتصور. انا على الليمون وانت على اللي هي البزالي. بسم الله تنعش القلب. تنعش القلب بس بنحط لها سكر. هلا الدنيا العصر. يعني نازله الشمس، واضح معكم ما من هدوء. بسم الله الرحمن الرحيم. حكينا صبحتي. قال هزت التريا هلا من شوي، عم تقلي ماما اجت لعندي عم اطبخ، قالت لي يمكن عند الله صار هزه ارضيه. انه التريا هزت، قلت لها بجوز نسمت هوا فايته من الشباك. مو هالهوا اللي بتلوقه لو مو هالجو هي التريا كلها. بجوز هزه ما بنعرف، الله يجيبها. هلا في هوا لك الشجره في هوا بتروح وتجي. الهوا معناتها من الهوا. هدوء هدوء العصر بالخريف، في ناس ما بتحبه. ولا انت؟ لا بالمناسبه في اخت عم تكتب لي انه بتخاف من الموت.
وعم تبكي، وحتى هي الساعة 3 الصبح بعثت لي الثالثة صباحا بعثت لي قالت لي انا هلا عم بكتب لك وعم ببكي، الله يعينها، خايفة من الموت وعم فكر فيه. فأنا قلت لها علاج فورا، يعني طبيب اكتئاب، هذا وسواس قهري، بي ايه تفكير بالموت والبكي، وعم يقولوا له ما فيكي شيء جوزب، الا ما فيكي شيء، لا فيكي شيء، فيكي انه لازم تتعالج تاخذي دواء، انه ما حدا حيصدق، بيقولوا اذكري الله ما اختلفنا، يعني بغض النظر عن الدين والايمان بده علاج. ربنا يعني ما خلق داء الا خلق معه دواء. الاسباب بياخذ الانسان طبعا، بدك تاخذي بالاسباب مع الذكر مع الاذكار، خذي دواء رح ترتاحي 90% رح ترتاحي. والحفظ كل هالشغلات واجبه علينا طبعا. اما هي انسانه مريضه يعني اصلا ما بتحسن تحمل القرار ولا بتحسن تقرا، بتصير مريت بهالتجربه تتعالج وبعدين واجباتها بدها تعمل اجباري. نحن اسلام وهذا كتب علينا اكيد، اما اجباري بدها تتعالج، هذا عندها الدماغ بيفقد ماده السعاده اللي هي السيروتونين. كانت هي كاتبه تعليق كمان، كتبت انه ادعوا لي، وهي ادعوا لي دول هيك الله يشفيكي ويعافيكي يا رب، لانه فعلا صعب صعب مرض النفسي جسدي بياخذ الواحد حبه بيقول لك يلا تحسنت الحمد لله، بس مرض روحي ما حدا بيصدق، ما حدا شايف وجعي، ضروري دكتور بيشوف وجعي بعد رب العالمين طبعا، انه اكيد رب العالمين شاف وجعك وحاسس. من هي ماما عم تقلي انا من الصبح داخله انت من اذنك صوت نزل من الادويه اللي عم تستعملها والله، بس بشكل عام هون هي صوت تطلع على التريا صوت خايفه. اهم شيء بنتي انك تتعالجي، اهم شيء تعالجي، دكتور اخصائي بيعطيكي ادويه بتستعمليها اول يوم ثاني يوم ما بتلاقي كثير فائده، بس مع التكرار يعني محدود اسبوع 15 يحدد لك الطبيب، نفضي نفض معي ضبطي وتحسنتي. ايه بيحدد لك الطبيب، انا عم اقول لها من تجاربي يعني بيقول لك بعد اسبوع بعد 10 ايام رح تحسي بفرق، بيعطيها نسبه 20% 25% رح تتحسني، ما معطاها وقت تتذكري، قال لك 75% رح ترجعي لعندي، وفعلا بعد اسبوعين 75% تحسني الحمد لله. لا انا بستعمل دواء من 2003 ما بوقف دواء، ماما ما بتوقف دواء الاكتئاب ابدا، لانه مرضها مو قضيت كثير لاني انه الاكتئاب مو انه ضايق خلقها ومكتئبه وهيك، لا اكتئابها ما بتاكل ما بتشرب ما بتنام، بيجي حاله فظيعه اي والله خوف هلع. قال الدكتور بعيد الشر عنا الله يطول عمرها، لا تموتي ما بتوقفي لا دوار. بقدر اتسطح ولا بقدر نام، ضل افتل 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 تفتل بارضها، ما ادري شو بيصير. الله يا لطيف هيك، الله لا يعيد هذيك الايام امين يا رب. لذلك بدها علاج، وهذا المرض كتران خصوصا بسوريا طيبه كثير كتران بالسوريين يعني هالشغلات اللي شافوه بحياتهم مو شغله اي والله شيء مقلي اللي شافوا السوريين، مقلي نسال الله. فقدوا الشغف، فقدوا الحب، فقدوا السعاده اي والله، يعني ما بدي اقول لك 100% لا 60%. اي والله في ناس عايشه مبسوطه ما بنقدر يعني ننكر، بس ايه. كمان في ناس الاكتئاب مع البسط بس في خوف، يعني نحن قاعدين بنضل خايفين بسوريا بلد نسال الله اللطف، مع الاسف قاعدين فيها والله ما في بسط، ما حدا سعيد ما حدا مبسوط، لا بس بنحاول الحمد لله. إن قال لا راحة للمؤمن إلا بلقاء وجه ربه، صح؟ بدي ورجيكم شو بعمل لأولادي، جابي أنا عندي خشبة وعندي كرتونتين تبعات فنجان هو المج يعني هذا اللي بنشرب فيه، فقلت لحالي بدي أعمل لهم ميزان لأولادي، أنا بعمل لهم بالعادة ميزان بالعلاقة تبع الثياب، فقررت هون أعمل لهم هيك تشجيعا، يعني حركة تشجيعية إنه يتشجعوا حتى يقبلوا يعني على هذا الفعل اللي بدي لكم عليه هلا فعل. المهم انا بعمل لهم ميزان لاولادي، ميزان الدنيا قبل ميزان الاخره، دائما انفهمهم انه في عندنا ميزان، دائما في حسنات وفي سيئات، فعملت لهم هاي الفكره يعني هيك خطرت لي، هي من زمان هي خاطرت لي، بس بعملها انا بعلقها هيك يعني اي كلام، بحط لهم كيس وكيس او علبه، حي الله علبه اي علبه عندي، فهون تلحي يزبط لهم اياها زين حتى يتشجعوا اكثر. فمثلا ابني عمل عمل منيح، مشجع، صلى، صام، ما خانق أخوه مثلا، ما تخانق معه، اللي حاضر، سمع كلمتي، فبحطها بالحسنات، بكتبها بورقة بحطها بالحسنات. مثلا عيط بوشي، تخانق هو وأخوه، ما صلى، راح عليه فرض الصلاة الصبح مثلا، وهيك بحطها بقائمة السيئات، بعلبة السيئات. فشو بيعمل؟
اخر الاسبوع بشوف السيئات اكثر ولا الحسنات وبنحاسب بقى انه شو بقى نحن يعني عملنا خلال هالاسبوع من سيئات وحسنات وبنشوف. هون زبطت لهم يعني، حطيت لهم سيئات وحسنات، انه السيئات انه منظر مو حلو مستاءه يعني، والحسنات هيك مبتسمه ومتفائله ومشرقبه للحياه. اي كثير بحبوها وبتشجعوا عليها، وبحط لهم اياها بعلق لهم اياها على الباب او بخزانتهم. حلو هيك وبسيط شغله، شفتوا شو بسيطه؟ كرتونتين هيك وخيط خيوط قش يعني، وخشبه، شقفه خشبه عندي اياها بحط لهم اياها. يعني هي هيك استغلال الاشياء واعاده تدوير الاشياء يعني ببساطه. خليها تقعد عندي شهر شهرين مو مشكله، حلوه وظريفه. ودغري عملت معي يعني، مو لانه انا عم صورهم بسرعه على الصوره، بس فعلا ما اخذت معي نص ساعه، ثلاث ارباع الساعه ولا كثير يعني، فورا صارت معي الحمد لله. هن هون ما كانوا بالبيت، كانوا مع ابوهم، راحوا يجيبوا لي سلطه فواكه. الله هيك يخلي لي اياهم يا رب، ويا رب يرضى عليهم ويخلي لنا زوجي. فراحوا بمسويات هيك تكزدروا وجيبوا لي عصير وسلطه فواكه على الاساس. فهلا ما بعرف هلا، بس لجيبوا اكيد راح اورجيكم، ورح نعمل سهره حلوه ان شاء الله. هن بياكلوا لحالهم، انا وزوجي بناكلها لحالنا هيك، لانه انا بدي اورجيكم طقوسي الخريفيه اللي بحبها وبعشقها وما لي غنى عنها ابدا. بحب ارجع للقديم، شوف هون كيف عم بحط، عم بورجيكم شلون بصير ميزان، يعني تقلته بيروح يسار هيك، تقله على اليمين بيروح يمين، احيانا بيتوازن. عندي زيد كتير بحبها هي الشغله يعني، بتلاقيه بيركض ركض بده يعمل حسنات حسنات ويحط بالميزان. فانتوا اعملوها مع اولادكم، جربوها كتير رح تعجبكم ورح تعشقوها، انتوا اولادكم رح يتشجعوا على فعل الخير والصلاة اذا حابين تكسبوا اولادكم. هلا هون جاب لي بقى زوجي سلطة فواكه لحالي جهزها، بدي اورجيكم شو بعمل. عندي ثلاثة، العدد ثلاثة لكس، الكيس هذا نحن بنقول له قديم يعني، كانوا هيك بالكاز يستعملوه ويشعلوه ويحطوا له بلوره، وريحته حتى ريحته بحبها، بحب ريحه الكاز يعني، بحس باجواء الخريف والشتاء هيك، الكنكنه والدفى، انه هلا مقطوع الكهرباء عرفتوا. فجاب من هدول، واعطيت بقى كل واحد، ماما واخواتي اولادي، واخذت انا وزوجي كمان، وقعدنا قعده رايقه. بحب الشغلات القديمه، بتعرفوا صرتوا حافظيني يعني، بحب الشغلات القديمه، الاجواء القديمه، وبحب كمان المسلسلات القديمه، مثلا ايام شاميه، مرايا، كل اجزاء القديمه بحبها ودائما بتفرج عليها. فقلت له محمد فورا حط لي مرايه اتفرج عليها، وانا عم باكل سلطه الفواكه، لانه صراحه يعني صرنا زمان ما اكلناها هيك، فحبيت روق حالي على الاخر اكل واتفرج. وبس لخلص مرايه بدي بلش بمونتاج الفيديو باذن الله تعالى، ويا رب تكونوا استمتعتوا معي. وهذا كان كل شيء لليوم، بحبكم كتير بامان رب العالمين وحفظه.